السلام عليكم يا تاسا. اليوم رح نحكي عن اللي هو تدوير المخلفات العضوية. بالنسبة لتعريف التدوير، هو عملية استخدام المخلفات البيئية عن طريق تصنيعها لإنتاج مواد جديدة واستخدامها في مجالات أخرى، يعني اللي هو استخدام روث الحيوانات بدلا من الأسمدة الكيميائية، وذلك بسبب فائدتها الأكبر للتربة والكائنات الحية والنباتات، وإعادة استخدام البلاستيك وتقليل من نسبة البلاستيك في المواد. اذكر أهمية تدوير المخلفات في البيئة. 1. الحد من تسرب المواد السامة إلى التربة. 2. الاستفادة من المواد الناتجة من التدوير بمجالات أخرى. 3. إيجاد فرص عمل جديدة تزيد من دخل الفرد، يعني إعادة إنشاء مصانع فقط لإعادة تدوير المخلفات، مما بيؤدي إلى تقليل من نسبة البطالة. تصنف المواد القابلة للتدوير إلى 3 مجموعات: مواد معدنية، مخلفات ناتجة عن الأنشطة الزراعية، المواد العضوية. هلأ المواد المعدنية عبارة بتحفظ الأمثلة اللي هي الألمنيوم والحديد والنحاس. وبدي إياك تعرف يا تاسع إنه المواد المعدنية من أكثر المواد خطرة على التربة وتؤدي إلى تلوث التربة. 2. المخلفات الناتجة عن الأنشطة الزراعية. هلأ المخلفات الناتجة عن الأنشطة الزراعية تنقسم إلى قسمين: مخلفات حيوانية ومخلفات نباتية. بالنسبة للمخلفات الحيوانية، مثال عليها روث الحيوانات، وعادة بيستخدموا روث الحيوانات لتسميد التربة الزراعية لاحتوائها على تركيز عالية من المغذيات للنباتات، يعني بتكون بتحتوي على مواد عضوية وبتحتوي على مواد معدنية مفيدة للتربة مفيدة للنبات. ب. مخلفات النباتية، مثال عليها أوراق الأشجار والحشائش، وعادة المزارعين بوضعوا فرشة في حظائر الحيوانات للم جميع أوراق الأشجار والحشائش لاحتوائها على نسبة عالية من سليليوز. 3. من ثالث مجموعة اللي هي المواد العضوية الغير القابلة للتحلل، مثال عليها المطاط والمواد البلاستيكية. هاي المواد بتحتوي على نسبة عالية من البلاستيك، بأدي ذلك إلى صعب تحللها وبتحتاج إلى أنزيمات عالية لتحليلها. هلأ فسر بعض المواد البلاستيكية يصعب تحليلها. 1. عدم مقدرة الكائنات الحية من التخلص منها، لأنها تحتاج إلى مجموعة كبيرة من الإنزيمات وتحتوي على نسبة عالية جدا من البلاستيك، يصعب التربة اللي هو تحليلها. 2. تحتاج لفترة طويلة إلى التحلل، يعني بتحتاج لفترات زمنية طويلة، بتحتاج إلى سنوات. 3. وبعضها يحتوي على مواد سامة يقضي على الكائنات الحية ويقضي